مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النباتات البرية ونباتات الزينة وغيرها من النبات. عندنا اليوم نبات العكرش القصير، نبات من نوع الأنجيلية، جنس العكرش من الفصيلة الأنجيلية، موطنه المشرق العربي ووادي النيل والمغرب العربي وتركيا والقوقاز وصقلية. هو نبات قصير مفترش ذات ثمار أو زهور بين الوردي الأرجواني وبين الأخضر، إذا استوت تصير بشكل أسود، أسود ميل للغبار. تتكيف العكرش القصير مع الظروف المحلية التي غالبا ما توجد من خلال وجود بشرة شمعية سميكة، ومن خلال وجود قدر يمكن أن تفرز الملح الزائد ببذور قادرة على النبات بتركيزات تصل إلى 500 ملي مولار صوديوم في الظروف الأكثر دفئة، وتركيز الملح يعادل تقريبا مياه البحر، ولكن ليس عند درجات حرارة أقل من 20 درجة مئوية. قابل التطبيق بتركيزات عالية من الملح، ويمكن أن تنبت عندما ينخفض التركيز بعد هطول أمطار على سبيل المثال. يعتبر العكرش القصير مفيدا لتثبيت الرمل وإنتاج علف جيد، ويموت مرة أخرى في موسم الجفاف وينبت جيدا بعد أمطار الشتاء، على الرغم من زيادة 3 أضعاف محتوى ملح التربة في بعض المناطق في الصيف، إلا أن تركيز الملح في السجى يظهر اختلافا طفيفا يفضلها رعي الحيوانات. الآن وأوراق الشجر لا تتراكم الملح بالطريقة نفسها التي تفعل بها تلك الموجودة في نوع سلسا ستوكي أو سودا فورتيكوسا. طبعا في كثير من المعلومات والوصف والموطن والبلاد، المزيد من المعلومات الرابط أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايكات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام.